المغرب غادي يحتضن في اكتوبر 2023 الجمعيات السنويه للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. غتكون اول فرصه باش المغرب يحتضن هاد التظاهره، وثاني مره في افريقيا بعد مرور 50 سنه. غتكون فرصة مهمة جدا، لأن نقولوا أن العالم اللي مكلف بالمالية وجميع الشركاء غيكونوا حاضرين في المملكة المغربية باش نشاركوا في النقاش حول أهم التحديات العالمية، وكذلك غتكون فرصة مهمة لتسليط الضوء على الإنجازات الكبرى اللي حققتها بلادنا خلال العشرين سنة الأخيرة، وكذلك الأوراش الكبرى والمشاريع الكبرى اللي غنقدموها للشباب المغربي وكذلك اللي كتهم القارة الإفريقية. فالسيد رئيس الحكومة اليوم ترأس اجتماع اللي فيه جميع القطاعات الحكومية اللي غادي تشارك في تنظيم هذه التظاهرة المهمة جدا، وكذلك والي بنك المغرب، من أجل تعبئة جميع الكفاءات المغربية وجميع القطاعات باش تكون إن شاء الله نجاح وتفوق كبير للمملكة المغربية في هذه التظاهرة العالمية.